السابعة والنصف أهلا بكم إلى نشرة الأخبار أهلا وسهلا بكم والبداية مع أبرز العناوين جلالة الملك رعى حفلة تخريج الدورة الرابعة والرابع والأربعين لمرشح الطيران في كليات الملك الحسين الجوية رئيس الوزراء يعمم على المؤسسات والدوائر الرسمية الإطار العام لميثاق تقديم الخدمات الحكومية للمواطنين محكمة أمن دولة تصدر حكما بسجن أربعة أشخاص بتهمة الترويج لتنظيم داعش الإرهابي عشرات القتلى والجرحى في تفجيرات إرهابية في عدة مدن عراقية والبنك الدولي يؤكد استمرار تعافي الاقتصاد الاردني من تداعيات الربيع العربي ولكن ببطء وثبات رعى جلالة الملك عبدالله الثاني القائد الاعلى للقوات المسلحه الجيش العربي اليوم حفل تخريج دورة مرشحي الطيران الرابع والأربعين في كلية الملك الحسين الجوية، وقال أمير كلية الملك الحسين الجوية العميد الركن الطيار أدهم بلال إن كلية الملك الحسين الجوية ومنذ تأسيسها دأبت على مواكبة كل ما هو جديد ومتطور في مجال التدريب وتحقيقا لرؤى جلالة الملك وتماشيا مع هذا التطور فقد أدخلت إلى الخدمة أو أدخلت إلى هذه الخدمة طائرات الروبنسون العمودية للتدريب الابتدائي والمتقدم ولمواكبة التطور العلمي في مجال الطيران تم استكمال الإجراءات اللازمة لمنح الخريجين درجة البكالوريوس في علوم الطيران من جهته قال مفتي القوات المسلحه اللواء الدكتور يحيى البطوش في كلمه له خلال الاحتفال يتعانق احتفال الوطن بتخريج هذه الكوكبه المؤمنه مع ذكرى الاستقلال وباطلالتكم الكريمه تتزين كليه الملك الحسين الجويه العريقه بتخريج نسورها الابطال وصقورها المؤمنين المؤهلين وفي نهاية الاحتفال قلد جلالة الملك عبدالله الثاني القائد الأعلى الأجنحة للخريجين والجوائز التقديرية على الفائزين في الدورة التي شارك بها عدد من المرشحين من مملكة البحرين الشقيقة. وكان جلالة القائد الأعلى والحضور شاهدوا عروضا جوية مختلفة شاركت فيها طائرات سلاح الجو الملكي المقاتلة والعمودية وطائرات التدريب والنقل تخللها رمايات من طائرات اف 16 المقاتلة والكبرى وطائرات التي دخلت الخدمه هذا العام ونالت اعجاب الحضور أصدر رئيس الوزراء الدكتور عبد الله نسور اليوم قرارا يقضي بتعميم الإطار العام لميثاق تقديم الخدمات الحكومية على الوزارات والدوائر الرسمية والمؤسسات والهيئات العامة. وزير تطوير القطاع العام الدكتور خليف الخوالد قال في تصريح صحفي إن الإطار العام للميثاق ينظم علاقة الدوائر الحكومية مع متلقي الخدمة ويوضح الالتزامات والواجبات فيما بينهم لتقديم خدمات حكومية ذات كفاءة وفعالية عالية. وأضاف الخوالد ولد ان الميثاق يهدف الى تعزيز المساءله والحوكمه الرشيده وشفافيه وتعريف متلقي الخدمات بحقوقهم وواجباتهم وزياده مستوى الرضا عن الانجاز في مجال تقديم الخدمات بالاضافه الى تمكين المعنيين داخليا وخارجيا من من المراقبه الموضوعيه لاداء الدوائر الحكوميه ظهر تقرير جديد لمركز رصد ان الجهود التي بذلتها الحكومه لتحقيق التزاماتها حيال منظومه النزاهه الوطنيه لم تكن بالمستوى المطلوب حيث اصطدمت المحاولات الحكوميه في هذا الاتجاه بعوائق عده وفق تقرير رصد المزيد من التفاصيل مع مراسلنا جورج برهم ضعف في التنسيق بين كثير من اذرع الحكومه لتحقيق منظومة النزاهة بالشكل المطلوب، وعدم تنسيق بين الحكومة ومجلس النواب، إضافة إلى وجود حالة من التوتر في العلاقة بين الطرفين، تسببت في إعاقة إنجاز الكثير من القوانين والإنجازات التي تساهم في تحقيق منظومة النزاهة بحسب تقرير الرصد. التقرير يوضح أن الحكومة بذلت جهوداً لتحقيق التزاماتها بمجموعة النزاهة، إلا أن هذه الجهود دون المستوى المطلوب، وأضاف أن الحكومة لم تنجح في إيجاد أطر تشريعية تنسيقية بين ديوان المحاسبة وديوان المظالم وهيئة مكافحة الفساد، ولم تنجح أيضاً في إنشاء قاعدة بيانات للمؤسسات الرقابية الثلاث المحاسبة والمظالم ومكافحة الفساد، ولم تحقق منظومة النزاهة. اي تطور على القضايا الجندريه أكثر من 25% من هذه الالتزامات لم يبدا العمل بها حوالي تقريبا 38% من هذه الالتزامات هي تحققت بشكل محدود و ما تبقى من الالتزامات اما لم نستطع الوصول الى المعلومات او انه تحقق بشكل جزئي كنا نتمنى على ان تكون الانجازات في موضوع منظومه النزاهه العام من 2014 تتجاوز هذا ال 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 الاطار اما على صعيد القوانين الاصلاحيه المدرجه على خطه الحكومه فقد أنجزت الحكومة قانون الأحزاب وتأخرت في قانون الانتخاب بالمدة الزمنية المحددة لها وعدم وضوح اكتنف مشاريع الضمان الاجتماعي بين عام 2012 إلى عام 2016 إضافة إلى أن الحكومة عززت فرص الاستثمار للبلديات ووسعت صلاحيتها اللجنه الملكيه لتقييم العمل ومتابعه الانجاز لتعزيز منظومه النزاهه كشفت عن وجوء توصيه في اللجنه لانشاء مركز جديد باسم المركز الوطني لتعزيز النزاهه وبموجبه يتم دمج هيئه مكافحه الفساد وديوان المظالم لمنع الازدواجيه بينهما تحدد الادوار بصوره واضحه حتى نزيل اي تناقضات ما بين المؤسسات الرقابيه المختلفه او المؤسسات المعنيه بمكافحه الفساد وتوجد اطار او مكان مرجعيه لوضع استراتيجيات وطنيه لتطوير منظومه النزاهه الوطنيه اللي هو بحاجه الى تطوير مستمر مع مع الزمن للوصول الى مجتمع يعكس قيمنا العربيه الاسلاميه في النزاهه و الاخلاق وال... والالتزام تكريس نهج التشاركية وسد الفجوات بين المواطنين والحكومه والاطلاع على اداء الحكومه في المجالات الرئيسيه وخلق مزيد من الفرص للمواطنين للمشاركه في عمليه صنع القرار هو طريق سيقود الاردن الى مزيد من الشفافيه والنزاهه في صنع القرار وتشاركيته جورج برهم رؤيه أكد نائب رئيس الوزراء وزير التربية والتعليم الدكتور محمد الذنبات أن المجتمع الأردني يجسد حالة فريدة من العيش المشترك والاعتدال والوسطية والحوار البناء الهادف حيث تشكل هذه الحالة النموذج الحقيقي للوحدة العربية التي ننشدها على أرض الواقع أذنبات وخلال افتتاح فعاليات المؤتمر الوطني الذي عقد تحت عنوان الوئام بين الأديان الأردن أنموذجا قال إن استقبال الأردن لملايين اللاجئين من ابناء الدول الشقيقه هو مؤشر على النهج السليم الذي يخططه الاردنيون في ظل قياده هاشميه حكيمه جعلت من الوطن واحه وواحه امن واستقرار ويناقش المؤتمر محاور مجموعة من أوراق العمل حول دور الأردن المحوري على مستوى العالم في تعزيز ثقافة الوئام والتعايش السلمي بين أتباع الديانات السماوية الثلاث وذلك بمشاركة عدد من رجال الدين المسيحي والإسلامي وممثلين عن المؤسسات الرسمية والأهلية الأردنية أحداث والتواصل في مثل هذه الحالة يؤكد على اللحمه الواحده ويؤكد اننا مجتمع واحد متجانس متحاب متعاضد ويؤكد على ان الانسجام الذي نتحدث عنه ليس امرا نظريا وانما ايضا هو ممارسه على ارض الواقع ويؤكد لمن لا يعرف الاردن ان كان هناك بعض الضيوف من خارج الاردن ان مفهوم العيش المشترك، من اراد ان يعرف مفهوم العيش المشترك بين فئات مختلفه وليس فقط بين المسلمين والمسيحيين، فالمسيحيون هم اصحاب بلد كما نحن اصحاب بلد. لكن هناك فئات اخرى كثيره ضيوف على الاردن وترون بام اعينكم العيش المشترك. خفضت محكمة أمن الدولة أحكاما بحق أربعة متهمين من مؤيدي تنظيم داعش الإرهابي في العراق وسوريا من الأشغال الشاقة المؤقتة ثلاث سنوات إلى سنتين وذلك لأخذ المحكمة بالأسباب المخففة التقديرية هذا وكانت المحكمة جرمت المتهمين الأربعة بتهمتي الترويج لأفكار جماعة إرهابية ومحاولة الالتحاق بجماعات مسلحة وتنظيمات إرهابية كتنظيم داعش الإرهابي في العراق وسوريا واستخدام كل منهم مواقع التواصل الاجتماعي لنقل ونشر اخبار التنظيم الارهابي فيما حاول احد المتهمين الالتحاق بداعش في سوريا الا ان الاجهزه الامنيه تمكنت من اعتقاله أكد الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام الرائد عامر السرطاوي أن الأشخاص الذين يسلمون أنفسهم طلبا للعلاج من إدمان المخدرات يعفون من المساءلة القانونية والعقوبة تنفيذا لأحكام القانون التي تهدف إلى إعطاء حافز لهم للعلاج من آثار سموم المخدرات. وقال السرطاوي في تصريحات لرؤيا أن مركز علاج المدمنين التابع لإدارة مكافحة المخدرات تعامل العام الماضي مع 807 حالات إدمان. على تعاطي المخدرات خضعت جميعها للعلاج وتعافت بشكل تام فيما تعامل المركز منذ بدايه العام الحالي مع 422 حاله مشابهه بينما او مبينا ان مده علاج المدمن تستغرق من شهر واحد الى شهرين وذلك حسب نوعيه الماده المخدره التي تعاطاها ومدى درجه انتشار سمومها في جسده. أصدر مدعي عام هيئة مكافحة الفساد أمرا بالحجز التحفظي على ممتلكات أشخاص تبين قيامهم بالتعامل نيابة عن آخرين معنيين في قضية البيع الآجل التي كانت تتم في إقليم البتراء جنوب المملكة وذلك كإجراء احترازي حفاظا على حقوق الأطراف ذوي النية الحسنة من المتعاملين معهم. وقال مصدر مسؤول في هيئة مكافحة الفساد إن ما قام به المدعي العام خلال الأيام القليلة الماضية بالحجز التحفظي على الاموال المنقوله وغير المنقوله للاشخاص الذين المعنيين الذين ثارت حولهم الشبهات جراء بعض العمليات البنكيه التي قاموا بها ما تم القيام به هو اجراء احترازي حفاظا على حقوق الاطراف من ذوي النيه الحسنه الذين تعاملوا معهم واكد المصدر انه سيتم سماع اقوال جميع المشتكين في مرحله لاحقه وقعت امانه عمان الكبرى مع وكاله الانماء الفرنسيه اتفاقيه لاعاده تمويل مشروع الباص السريع بكلفه تبلغ 152 مليون دولار. وتنص الاتفاقيه على تغطيه الامانه لكافه اعمال البنيه التحتيه والاعمال الانشائيه والتقاطعات والحلول المروريه والمجمعات التي يمر بها مسار الباص السريع، فيما يتحمل القطاع الخاص مسؤوليه توريد الحافلات واداره انظمه المعلومات والتشغيل والصيانه. ووفق الاتفاق تشترط وكالة الإنماء الفرنسية تقديم المبالغ التي تعهدت بدفعها خلال الفترة الممتدة بين العوام 2019 إلى 2033 مع فترة سماح مدتها ثلاث سنوات وبفائدة يتم تقديرها حسب مؤشر ليبر وتبلغ القيمة الإجمالية للمشروع 166 مليون دولار أنفق منها 14 مليون دولار عام 2010 عند البدء بالمشروع في مرحلته الأولى الحمد لله وبعد ان تعثر المشروع وتاخر في بعض الاجراءات القانونيه والتي يصر عليها الجانب الفرنسي وهذا حقه لان المال مال الدوله الفرنسيه والبنوك المشاركه ايضا لكن بعد هذا التاخير استطعنا ان نتخطى كل العقبات ونذللها واولها كانت دوله رئيس الوزراء بتوقيعه وتامينه الى كتاب ضمان وتسديد مستحقات امانه عمان لدى الحكومه أعلنت أمانة عمان الكبرى تعليمات الخاصة بإقامة الخيم الرمضانية لهذا العام واعتمدت نماذج التصريح والإقرار والتعهد الخاصة بهذه الخيم واشترطت التعليمات الحصول على موافقة محافظ العاصمة على الخيمة الرمضانية وموافقة وزارة السياحة والمنشآت السياحية فيما حددت تعليمات ساعات العمل لهذه الخيم من أذان المغرب وحتى أذان الفجر كما اشترطت تقديم شك بقيمة ألف دينار مقابل تعهد بإزالة الخيمة خلال أسبوع من نهاية شهر رمضان المبارك وفي حال عدم الالتزام ستقوم الأمانة بإزالة الخيمة والعودة على صاحب العلاقة بالتكاليف مضافا إليها عشرون في مصاريف إدارية ومصادرة للشك كما أجازت التعليمات السماح للمخابز المرخصة مهنياً بإقامة خيمة لإعداد وبيع القطايف وبدون رسوم شريطة التقيد بالشروط الصحية والبيئية وعدم استعمال الأرصفة أهلا بكم من جديد عربيا قتل نحو ثمانين شخصا وأصيب العشرات اليوم جراء تفجير سيارة مفخخة يقودها انتحاري من تنظيم داعش الإرهابي غرب سامراء بحسب مصدر أمني في محافظة صلاح الدين وأوضح المصدر أن الانفجار استهدف مستودعا للذخيرة في منطقة الثرثار غرب مدينة سامراء وأن الانتحاري تمكن من الدخول إلى مستودع الذخيرة وقام بتفجير سيارته مشيرا إلى أن حصيلة القتلى والإصابات هي أولية ومرشحة للزيادة من ناحية ثانية ألقى الجيش العراقي خمسة براميل متفجرة على مدينة الفلوجة ما أدى إلى مقتل إثنى عشر مدنيا وإصابة ثمانية آخرين حيث ألقت أو ألحقت أو ألحقت البراميل المتفجرة أضرارا كبيرة بالمدينة وأدت إلى تدمير خمسة عشر منزلا وعددا من المحلات التجارية سيطر مقاتلو داعش اليوم على قرية سوران شمال مدينة مارع بري في حلب ما يمكن التنظيم من التحرك على طول الطريق الرابط بين مدينة حلب ومعبر باب السلام على الحدود السورية التركية. من جانبها سيطرت فصائل المعارضة السورية المسلحة على حاجز العلان وأجزاء من بلدة نافعة غرب محافظة درعا بعد معارك عنيفة خاضتها ضد لواء ينتمي إلى تنظيم داعش الإرهابي. وقال مصدر محلي ان مقاتلي داعش كانوا يتخذون من هذه المناطق خط دفاع رئيسيا عن اخر معاقلهم غرب درعا وهي بلدات جمله وشجره وعبدين واوضح المصدر ان فصائل المعارضه المسلحه تعمل على انهاء تواجد المنتمين لداعش خلال الايام القليله القادمه وصل طيران التحالف العربي غاراته على عده مواقع تابعه للحوثيين وقوات الرئيس السابق علي عبد الله صالح في العاصمه صنعاء ومدينتي عمران والضالع وقصف طيران التحالف مخازن للأسلحة يسيطر عليها الحوثيون في جبل نقم شرق صنعاء على صعيد المتصل شهدت عده مدن اشتباكات بين الحوثيين وميليشيات صالح سقط خلالها عدد من القتلى والجرحى ففي مدينه الحديده قتل اربعه اشخاص واصيب سته اخرون في هجوم في هجومين للمقاومه الشعبيه على تجمعات للحوثيين كما اندلعت اشتباكات عنيفه بين الحوثيين والمقاومه الشعبيه في المناطق الواقعه بين محافظتي الجوف وصعده بعد محاوله الحوثيين استعاده السيطره عليها وفي عدن قتل ثلاثة أشخاص وأصيب ثلاثة وتسعون آخرون بجروح بينهم اثنا عشر طفلا وثلاث نساء في قصف للحوثيين على أحياء سكنية في المدينة وصف وزير الخارجيه الالماني فرانك شتاينماير الاوضاع في قطاع غزه ببرميل البارود داعيا الى العمل لعدم السماح لهذا البرميل بالانفجار الوزير الالماني في مؤتمر صحفي عقده في ميناء غزه قال ان الاوضاع داخل القطاع قاسيه جدا واكد انه يعمل مع مسؤولين فلسطينيين واسرائيليين على تغيير الواقع الماساوي في القطاع ومنع تكرار حرب ثانيه مع اسرائيل dass wir alles tun müssen und ja alles tun müssen gerade auch mit blick auf eine schwierige großwetterlage in der ganzen region dass alle seiten erkennen dass wir hier auf einem pulverfass sitzen und aufpassen dass ترأس قداسة بطريرك القدس اللاتين البطريرك فؤاد اطوال القداس الاحتفالي باعلان قداسة مريم بواردي وماري الفونسين في كنيسة العائلة المقدسة للاتين في مدينة رام الله في فلسطين المحتلة. مئات المواطنين شاركوا في الصلاة والمهرجان الاحتفالي الذي نظم بعد القداس في ساحة الكنيسة. بحضور محافظ رام الله ليلى غنام نيابه عن الرئيس محمود عباس الى جانب قاده الاجهزه الامنيه ورؤساء عدد من البلديات ونشدت غنام كنائس العالم والمجلس الكنسي بالتكاتف لدعم القضيه الفلسطينيه والشعب الفلسطيني الذي تمارس بحقه أبشع الجرائم فالمحبة والسلام التي مثلتهما القديستان مريم بواردي وماري ألفونسين إنما هي انعكاس للمحبة والسلام بعكس ما يصدره الاحتلال الإسرائيلي ويحاول إشاعته في عندنا أول شيء بعد روحي وابو عندنا بعد سياسي البعد الروحي هو اللي ذكر انه بلادنا هاي هي بلاد القداسة من هنا انطلقت القداسة مزبوط في احتلال في عنف ولكن عندنا عطاء وعندنا اهتمام وعندنا روح انتماء ونفتخر انه من ارضنا من بلادنا طلعت هاتان القديستان وهذا كان مفخرة لنا انهم هم من اصل فلسطيني ووصلوا لمرتبة القداسة ومش اي انسان بقدر يوصل لهاي المرتبة قدرت اوصل حضرت قداس الفاتيكان اللي كان في روما في تطويب القديستين وشارك في سياده الرئيس محمود عباس وكانت لحظات حلوه عقدت المحكمة المركزية الإسرائيلية في القدس المحتلة جلسة للبت في قضية منزل عائلة صبلبن الواقع في عقبة الخليدية بالقدس المحتلة والذي يحاول مستوطنون الاستيلاء عليه، وتقطن عائلة صبلبن في المنزل منذ عام 1953 حينما استأجرته من الحكومة الأردنية، لكن سلطات الاحتلال تدعي أن المنزل كانت تملكه عائلة يهودية عام 1948. اعصاب مشدوده متوتره خرجت بها عائله صبلبن بسبب الاحتمالات المفتوحه ضئيله التفاؤل التي نتجت عن جلسه اليوم في المحكمه المركزيه الاسرائيليه والتي عقدت بعد الاستئناف الذي قدمته العائله على قرار محكمه الصلح والقاضي باخلاء عقارهم في البلده القديمه في القدس في داخل القاعة تخلل الجلسة الكثير من الأكاذيب كان من ضمنها ادعاء المستوطنين أن صبلبا هجروا العقار مدعمين ادعاءهم بشهود عيان على ذلك المحكمة ابتدأت المداولات بقولها أن احتمالات الاستناف صعبة وضئيلة ولكن بعد أن ترفعنا في القضية حاولنا إعطاء المحكمة مخرج معين قد يؤدي إلى أن تبقى عائلة صوب لبن في العقار وهو مخرج ما يسمى التفريج العدلي إنه على الرغم من وجود علة بالإخلاء فأنا لن أخلي المستأجر وسأعطيه فرصة أخرى من أجل البقاء في العقار شريطة أن يقوم بدفع تعويض مالي للمؤجر لم تكن مجريات المحكمة على صراع مدني بين شخصين، فطالما أن القاضي هو ذاته الجلاد، أي المحتل الإسرائيلي، فإن صراعه صراع أيديولوجي يريد من ورائه تهويد القدس، صراع على وجود المقدسيين في البلدة القديمة. عندما دخلنا قاعة المحكمة اليوم في بداية الأمر كان توجه القاضي توجه ضد ادعاءات العائلة يبقى وضع العائلة اليوم ووضع هذا العقار في خطر يعني أنا لا أعتقد أن هناك فرصة تزيد عن 30% أمامنا في هذا الملف نرجع للب الموضوع اللي يعني هو بيجيز للمستوطن الإسرائيلي أنه يعني يطالب بأملاكه الموجودة في القدس الشرقية وبحرمنا إحنا المواطنين الفلسطينيين من المطالبة بأملاك الموجودة في القدس الغربية وفي الداخل الفلسطيني المحتل يعني هذا هو القانون اللي بيستندوا اليوم عليه أنه يعني هو هذا العقار كان يستند أن العقار كان ملكيته للإسرائيليين قبل عام 48 هم بيطالبوا فيه لكم أن تتصوروا خلاصة المسرحية الهزلية التي حصلت في قضية سبلبا اليوم فالخصم إلي إيتال لس البلدة القديمة سلب عشرة بيوت في الحي الإسلامي وشهدت العيان الجارة روبنسون هي ذاتها المستوطنة التي استولت قديما على منزل ملاصق وأغلقت الباب بوجه سبلبا ثلاثة عشر عاما من داخل المحكمة المركزية الإسرائيلية زينة صندوقة رؤيا انطلقت في فلسطين فعاليات معرض وملتقى مستقبل فلسطين اخضر الذي يهدف لتوعيه الجمهور الفلسطيني الى اهميه الحفاظ على البيئه ومصادرها وطرق ترشيد استهلاك الطاقه والبحث عن بدائل للطاقه التقليديه. وياتي المؤتمر في اطار اسعي الفلسطينيين للبحث عن مقومات الصمود والتخلص من التبعيه للاحتلال الاسرائيلي في مجال الطاقه. وفي كمان اهم التليفون الكارت انه تعرف انه اذا نظم النادي الارثوذكسي في عبدون ندوة تناولت دور الاعلام في مواجهة العنف والتطرف والكراهية وتوجيه الاداة الاعلامية في الاتجاه الصحيح لا سيما في الوقت الراهن. ودعا المشاركون وسائل الاعلام الى تصحيح المسار خاصة مع وجود العديد من وسائل الاعلام الخارجة عن السيطرة، مؤكدين ضرورة توعية الشعوب من الرسائل التي يتلقونها من قبل تلك الوسائل. كما لفت المتحدثون الى ضرورة تعميق لغة الحوار ونبذ الافكار التكفيريه التي تدعو اليها التنظيمات الارهابيه التي غلبت لغه القتل والحرق ولما لهذه الاجندات ولما لها من اجندات من اخطار في زعزعه استقرار وامن المجتمعات البشريه حيث ان الاردن من هذه الناحيه يعد نموذجا للوئام والتعايش احنا مزبوط بعيدين عن الخطر المباشر لكن بس نطلع على الخارطة ما كل اللي حوالينا نيران مشتعلة كلها نيران مشتعلة وانا اؤيد تماما انه ما في خطر على الاردن من الخارج لكن في خطر على الاردن من الداخل والخطر مش بمعنى خطر يعني آآ آآ ارهاب مباشر لكن آآ آآ الخطر يعني يستدعي العمل على تحصين الجبهة الداخلية تحصينها من ناحية الإعلام من ناحية المناهج من ناحية الخطاب الديني من ناحية الفرص الاقتصادية أنا بعتقد يعني مكمن الخطر هو الوضع الاقتصادي مكمن الخطر فبدك أنت منظومة متكاملة من العمل لتحصين الجبهة الداخلية وقع الصندوق الهاشمي لتنميه الباديه الاردنيه والمركز الوطني لتطوير المهارات القياديه اليوم في مقر الصندوق اتفاقيه تعاون بهدف المساهمه في تحسين التنميه المحليه المحليه والمستدامه وتطوير المهارات القياديه للشباب في الباديه وقال مدير عام الصندوق الهاشمي الدكتور رائد تبيني ان الاتفاقيه تساهم في تحسين وتنميه المجتمع المحلي بالباديه من خلال تعميق الفكر والوعي لدى الشباب وصقل مهاراتهم الفرديه من خلال وضع برامج وخطط منهجيه لتطوير الابداعات والطاقات الكامنه لدى ابناء الباديه، وبين ان الباديه تعاني من نقص في الخدمات والموارد وهي بحاجه لمثل تلك البرامج والاخذ بايدي شبابها لخلق روح من الابداع لديهم خصوصا الفتيات هناك واللواتي يعانين من ارتفاع في نسبه البطاله، مشيرا الى ان هذه الاتفاقيه تعزز من رفع مستواهم الابداعي. والتفكير الايجابي القيادي لديهم استذكرت شخصيات وطنيه وحزبيه اردنيه وفلسطينيه مناقب الراحل الدكتور يعقوب زيادين عميد الشيوعيين الاردنيين في حفل تابين للراحل اقيم في المركز الثقافي الملكي واستعرض عدد من المشاركين دور الراحل في الدفاع عن الضعفاء في العالم والنضال من اجل الحريه والديمقراطيه والعداله الاجتماعيه ودحر كل اشكال الظلم والفقر والطائفيه والتمييز العنصري يذكر أن زيادين شغل منصب الأمين الأمين العام للحزب الشيوعي الأردني وهو من أبرز القيادات الماركسية العربية كما شغل المقعد المسيحي للقدس في البرلمان الأردني رغم أنه من مواليد مدينة الكرك الرجل مخزون في مسيرة الحركة الوطنية في الأردن وهو سنديانة اليسار الأردني التي لم تشخ أو تنحني رغم المعاناه والقهر والسجن هو وطني بغض النظر عن اتفاقنا او اختلافنا معه بمعتقداته ولا شك فيه ان الامم تبنى بهكذا رجال خصوصا من يتمتعون بخصال الخلق الطيب والقيم الانسانيه الرفيعه وهي خصال تتناسب وسيره حياه فقيدنا شارك عدد من شباب هيئه كلنا الاردن في حمله لطلاء الشوارع الرئيسيه بالمنطقه الجنوبيه في محافظه اربد بمناسبه عيد الاستقلال تحت شعار لاجل الاردن نتطوع وياتي هذا النشاط التطوعي في سياق عده فعاليات تنفذها هيئه شباب كلنا الاردن ضمن معسكر لتدريب الشباب يشتمل على عقد دورات وجلسات نقاشيه حول مخاطر الغلو والتطرف بالاضافه الى تنظيم جلسات نقاشيه حول اليات ابتكار وتنفيذ المشاريع التطوعيه من قبل الشباب. عم نحضر المعسكر التدريبي بمحافظه اربد مع هيئه شباب كل الاردن بعنوان فينا الخير. المعسكر بيضم 70 شاب وشابه من جميع انحاء المملكه بتنظيم من الاستاذ معن الحموري منسق هيئه شباب كل الاردن بمحافظه اربد. المعسكر بيضم بتخلله بتخلله دورات تدريبيه كان من خلالها تنظيم